فاكر، وفي النهايه باخد كام يعني؟ يبقى انا كده اهم واحد فيهم. الله الله، انت كمان بقالك صوت، انت مين علشان تتكلم؟ انا بقول ان انا المهم وانا الكبير. صحيح يا كبير، هو حد يقدر يقول عليك حاجه؟ ولا حد يقدر يقول عليك اي كلمه؟ ما انت اللي في ايدك القرار، وانت اللي بتقول اه وانت اللي بتقول لا. بس خد بالك، انت ساعات يا تطلعنا فوق يا تنزلنا تحت. وانت مين كمان؟ سيبك يا سيدي بقى من غرورك ده والمنظره اللي انت فيها دي. ما انا اهو واحد متبهدل وطلعان عيني، وبستحمل اللي انت ما تستحملوش، ودايما في شقة من اول الخط لاخره، ومفيش راكب زي التاني، ودايما متهان ومتبهدل وراضي باللي انا فيه. عشان دي رسالتي لازم اقوم بيها. يبقى انا كده لو بصيت لي اهم منك وانا المهم. الله الله، هو كلكم كده؟ طلع لكم صوت؟ كلكم كده مهمين؟ انتم عايزين تقارنوا نفسكم بيا؟ انتم ناسيين ده انا بكلمه امحيكم من الدنيا. انتم مين انتم؟ انت يا كرسي الموظف يا مرتشي، ولا انت يا بواب، ولا وبعدين ما جابتها بايديها؟ كلم يا كرسي العلم، اتكلم يا كرسي الحكمة. على مهلكم يا جماعة، ما انت يا كبير لو كويس محدش هيفشل، ومحدش هيتهان، ومحدش هينحس. وكل اللي مش عارفين دول، كل واحد فيهم بيعمل عمله بإخلاص، هو أكيد مهم. كل واحد فينا ياخد وقته وبيمشي، ممكن يتكسر، ممكن يتقطع، وممكن كمان يتخلق. يعني كل واحد ليه محطته، واللي هيبقى ايه عرض. يعني في النهاية احنا بنخدم الناس، واللي بيتقي ربنا فينا وبيشتغل بإخلاص هو اللي سيرته هتدوم. واللي قبلينا قالوا ايه؟ لو جابت لغيرك ما كانتش وصلت لك. والكرسي مش ايه؟ كرسي مش دايم. الكرسي اللي احنا كنا بنقصده هو مسؤوليتنا في الحياة، دورنا في الحياة. يعني بأي حال من الأحوال، هل احنا بنأدي أدوارنا ورسالتنا بشكل جيد على الأقل ولا لا؟ احنا عايزين بس المناصب والشهرة والمال وتحقيق المصالح الخاصة. كنت بسأل قبل المشهد الدرامي الأساتذة اللي مشرفينا النهاردة عن فكرة يعني الأسماء اللي عاشت آلاف السنوات. حضراتكم بتقولوا لي هما ما كانوش ابدا بيبصوا لا المال ولا شهره ولا كرسي، امال ايه الطاقه اللي كانت بتحركهم؟ والله يا هانم، احنا انا عايز ارجع للمنظومه اللي فتحها لنا اخويا الدكتور محمد فرحه. بجد الشخصيه المحترمه اللي كل يوم بيديك دنيا جديده، ربنا يبارك في عمره ويكرمه ويبارك فيك، وبجو الصبيح ربنا يكرمه وينورك ويرضى يا رب. نرصد للنبي صلى الله عليه وسلم. الحقيقه المنظومه جميله قوي، منظومه مين هيدخل في لوحه الشرف؟ ومين هيدخل ولايات وبلاد مناسبات التاريخ؟ في لوحة الشرف ما كانش مايكل هارت اللي موجود النهارده، عالم كبير قوي في وكالة ناسا العالمية وبنتكلم معاه عن علوم الفضاء، ولكن هو بيتكلم مين اللي أثر في البشرية؟ اللي حضرتك لسه بتقوليه حالا، إيه المحرك اللي كان بيحرك ثقافة الناس دي عشان يغيروا في البشرية؟ فكتب كتاب جميل قوي على عظماء نوح وعظماء محمد صلى الله عليه وسلم. حط هنا بقى اللي حضرتك بتقوليه ده المعايير. ايه المحرك الاساسي اللي كان بيحرك الناس دي؟ عايزين ياثروا في البشريه، عايزين يغيروا في البشريه. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. غيروا انفسهم، فغيروا من حولهم، فغيروا المجتمع ككل. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موجود في مجتمع كل امي، لغايه في وقت البنات، في السكر والعربده، في كل شيء، في عدم الصدق وفي الخيانه وفي الكذب وفي الحسد وفي كل حاجه. يغير المجتمع ده، والمجتمع ده يقود العالم لغايه ما توصل للفتوحات والغزوات الى الصين. يغير العالم كله. أخلاقيات موجودة النهاردة بعد أكثر من 1400 سنة. كان السبب أن عنده رسالة. الله ينور على حضرتك. الرسالة
البصمه اللي موجوده في المجتمع الايجابيه. كل واحد فينا بيشوف النهارده شيء غلط وما حاولش يصلحه. طب حاول تتحرك. الدكتور محمد كان بيحكي لي روايه جميله جدا من اسبوع. يقول لي ماشي على كوبري اكتوبر الصبحيه زي الميعاد اللي انت قلت لنا فيه الجميل ده. وقال الصبح الدنيا مقفوله هو مش عارف يوصل المشوار اللي هو رايحه. اعتقد كنت رايح التلفزيون برضه دكتور. فوجد عربيات ميكروباص قافلين الطريق. واقفين بيشربوا سجاير مولعين الكاس. حاجه جميله جدا. عمل حاجه ايجابيه رائعه. قفل عربيته. ونزل تحدث مع الناس الطيبين دول لمده 5 دقائق. فرحهم طافت اليه وقالوا ان هم يسيبوا المكان وفعلا اخلوا الطريق والدنيا مشيت. ايه يا دكتور؟ طبعا انتوا ناس كويسين جدا ومحترمين قوي. ومن جواكم زي ما حضرتك بتقولي قلبكم طيب. انا متاكد ان انتوا مش عايزين تعملوا اي حاجه وحشه. مش عايزين حد يبص لكم بس نصكم. وانا عارف ان انت زيك زي بالظبط. يمكن انت احسن مني. ما ده ابن خالي وابن عمتي واخويا. ده الكبير وعارف انه شقيان وعارف انه تعبان وعارف انه بيفرغ همه في اللي موجود في العربيه في صوت عالي بقى في سيجاره بيشربها. لكن هو مجرد نفسه يبقى كويس ونفسه تبقى بلده حلوه. عشان يبقى هو كويس وبلده حلوه ما ينفعش يقف صف تاني وتالت ويركب الناس في وسط الشارع وينسى كل الناس اللي موجودين وراه. قال لي ومالي مالنا اللي قافل الشارع ده واحد تاني مثال ده السواق ده. قلت له السواق ده برضه قال لي نفس الكلام. يا ريت بس لو خدت مترين مترين قدام حضرتك او انا او اي حد بيركب التاكسي او الميكروباص او الاتوبيس مش هيزعلوا هيفرحوا بيه ورزقه جاي وجاي له. واللي احنا كنا عايزين نرجع له تاني. انا بكلم حضرتك الناس دول عملوا ايه. مش هنتكلم على الناس العظام قوي لان العظام في التاريخ احنا بنعد اساميهم. لا انا عايز الراجل الطيب الكرسي الطيب اللي بيبقى قاعد قدام البوابه فهم بالفطره السويه ان ربنا قال اني جاعل في الارض خليفه. يعمل ايه في الارض؟ قال واستعمركم فيها. مفهوم العباده اللي موجود عند اهل الديانات السماويه ان الله قال وما خلقت الجن والانس الا يعبدون. فانت بتتعبد لربنا مش انت عبد من عبيد ربنا. نعم ربنا علينا فهمناها. اهل الديانات السماويه فهموها الحمد لله بكل وضوح. لكن اللي كل البشريه عرفوها ان ربنا قال واستعمركم فيها. احنا مخلوقين نعمر الارض. اي كرسي موجود في هذه الارض اي مسؤوليه وجدت لتعمر الارض. بس ايه الفكره دي مش متضحه في اذهان الكثيرين دكتور؟ ده اللي احنا بنتعلمه. يعني في ناس يعني الناس البسيطه يعني الست اللي بتبيع الخضار مثلا دي بتعمر الارض. لا هي مش فاهمه ده. لا ده فكره السويه. احنا عايزين نكلم الناس البسطاء. وطبعا هننقل المستوى الى استاذ الجامعه والى كل من له تاثير واضح. مش هتقول تاثير اهم لا تاثير واضح في الاخرين. في ناس بسيطه قوي وناس بسيطه جدا مش فاهمين ان ممكن تصرف منهم يغير حياه شخص للاحسن. فانا بس عايزه اوضح الفكره دي في اذهانهم. وتعلمنا كمان دكتور محمد ازاي انا من خلال حياتي العاديه وانا ماشيه في الشارع مش من خلال انا مذيعه بطلع ببص على الهواء لا من خلال حياتنا العاديه اقدر اخرج الروح دي في اي شخص انا بتعامل معاه واقول له خلي بالك انت ليك رساله والرساله دي على فكره ممكن تغير وجه الارض ممكن تغير حياه الانسان. علمنا ازاي على اعتبار ان حضراتكم اخباركم هي بشريه. فيك انا احنا نتعلم منكم اتعلم من اخويا الكبير وسيف سمير ربنا نتعلم منه. لكن احنا هنتعلم منه الادب والاخلاق والذوق والايجابيه اللي بتبقى موجوده. خليني اقول لك ان اي حد مهما كان بسيط لا هو فاهم دوره كويس جدا. والمصري اللي حضرتك بدات الكلام عليه اللي شلنا من عليه التراب المصري اللي كان عامل ماهر اللي كان بيبقى موجود في الافريكانا اللي كان بيبقى موجود في المغرب اللي كان بيبقى موجود في اوروبا اللي بتطلب كل ايدي عامله ماهره. على فكره الايدي العامله بقى بتيجي منين؟ الماهره بتيجي من اول دكتور احمد زويل ودكتور مجدي يعقوب ودكتور فاروق الباز والناس الكبار قوي دول. وتيجي لحد ما يبقى عندنا طلب للراجل اللي بيعمل لنا الحرفه اليدويه اللي بتبقى موجوده في خان الخليل. وبتيجي للراجل اللي بيبقى محتاجين يدهن الحيطه. وبتيجي من الراجل اللي بيعمل لنا السباكه مظبوطه مش لازم تخر الميه تاني. وبتيجي من ريحه الخضار الطيبه اللي مش هتدينا وتغشنا لما تدينا حزمه الفجر ولا حزمه الخضار اللي بتبقى موجوده بتاعه الجرجير جواها بايظ ومبلول ومن بره شكلها كويس. الست دي عارفه كويس قوي ان هي بتأدي دورها ازاي لانها جابتها من عند فلاح كان بيفهم. وست كانت مرات الفلاح زي ما كنا بنقولها زمان ام اسماعيل اللي كانت فاهمه كويس قوي ازاي تربي عيالها صح. لما ربت عيالها صح وخلتهم امنه وخلتهم صادقين وخلتهم مجانين في صنعتهم خلتهم بيراعوا ربنا وده من نعمه ربنا على المصريين اكثر شعوب العالم تدينا زي ما قالت الامم المتحده او زي ما قيل عن المصريين. لكن هذا الكلام كان في المظهر قبل 25 يناير او في فتره من الفترات اللي الناس فيهم خدوا انطباع عن المصريين مختلف مش الاصل. بدل ما كان المصري المعلم والاستاذ الاستاذ اللي بيعلمنا عربي فعلمنا نتكلم. فلما نعرف نتكلم نعرف نفهم ونعرف نسمع فنعرف نقرا
وبالمناسبة حضراتكم شايفين من خلال انكم يعني رصيدين المجتمع المصري، هل احنا فعلا اختلفنا مش اتغيرنا او رجعنا لاصولنا بعد 25 يناير ولا لا؟ هل التأثير ده كان في اول ما خلصت او اول ما ابتدت الثورة ظهر دلوقتي ابتدى يعني حاسب مرة اخرى ولا لا؟ بس ناخد مدام سالة ولا لو تسمحوا لي. مساء الخير مدام سالة. مساء الخير يا حبيبتي. اهلا وسهلا صباحا. معلش انا متعودة ان انا بشتغل بعد 5 فمعلش يعني استمحيني. صباح الخير. والله البرنامج دخل مزاجي جدا. طب الحمد لله. حلو قوي. الحمد لله. والله بصراحة كده انا عاوزة اشترك معك بس مش عارفة اوصل لكم ازاي. انت وصلت لنا خلاص. لا انا عايزة اوصل لكم في التلفزيون عادي. طب اتفضلي. اهلا وسهلا. تنورينا يعني. افندم. تنورينا. الله يخليك. هنصح معاكي في الكنترول روم ويا ريت تكوني موجودة معانا في حلقة من الحلقات ده. دي حاجة هتبقى ايجابية جدا. التواصل ده شيء مهم جدا بيننا وبين مشاهدينا. يا ريت والله حصل. اديني نمرة الكنترول هتبقى هترجعي لها بعد مداخلتك. طيب. انا بس عايزة اسأل حضرتك عن الفكرة اللي احنا بنتكلم عنها النهاردة. اتفضلي. انا بس عايزه افهم وجهه نظر ان بيبقى قاعد في مكانه على كرسي على اختلاف طبعا الكراسي. ايه السيكولوجيه اللي بيفكر فيها اللي بيها بيبقى همه الوحيد ازاي ان انا اقعد على الكرسي ده اكبر وقت ممكن، سواء كنت مفيد من خلاله او لا مش مفيد من خلاله؟ بيفكر في ايه يا مدام سعد؟ هقول لحضرتك حاجه، هي غلطه كبيره انه يفكر على الدوام، يعني يكون دائم للكرسي، دي غلطه كبيره جدا. لكن لو فكر على انه هو يقدم كل ما في جديد لكرسيه هيبقى احسن له. صح. لانه لو قعد على دوام في وتيره واحده ما تنفعش، مالهاش اي لازمه. اللازمه في التكتيك والتفكير والتطور والحاجات اللي بتديني اقوى واقوى واقوى من قعده عقل. صحيح. انا بشكرك جدا مدام سارة، هترجعي للكنترول روم علشان ينسقوا مع حضرتك. الحقيقه احنا بشر يعني والنفس اماره بسوء، علشان كده وجدت القوانين، وجدت المعايير اللي بنضعها ومواثيق الشرع اللي بنضعها حتى يعني نعود الى الطريق السليم اذا ما حبنا عنه. في جزء من كلام مدام سارة مهم قوي، طبعا كل كلام مهم بس جزء منه اكثر اهميه لانها يعني وضعت ايديها على حاجه مهمه جدا. سياده المستشار، احنا عندنا قوانين وعندنا مواثيق شرف وعندنا ضوابط عادات ومعاهدات، ده دستور وعندنا دستور او كان وفي طريقنا الى دستور ومفترض ان هو سيكون اكثر يعني اتقانا. هو برضه اللي بيساعد على انه فكره ان الكرسي لا يدوم هي ان لازم فعلا الكرسي لا يدوم بشكل قانوني. مفيش حد مسؤول يقعد 30 سنه في منصبه. لا خلينا نقول حاجه بقى، قاعده غريبه جدا. حضرتك واحنا جايين النهارده انا والدكتور وجدنا الشارع عباره عن صمات والشارع غير منتظم بالمره، والناس كلها داخله بعضها في المرور، وده مش شده الحزام، وده قمه الفوضى وقمه الانفلات الامني، وكمان نحط جنبه اهم من الانفلات الامني انفلات اخلاق الادبيات كلها انحضرت. اما ناخد نفس المصري ده هو نفسه النهارده وبعد 4 ساعات اركبه طياره او في اي بلد اوروبي، هينزل سبحان الله هيلاقي سيستم قوي مختلف. هو هيبتدي يرضي الحزام العربيه وما يرميش السيجاره في الارض وما يرميش ورقه على الارض. سيستم يعني ايه سيستم؟ يعني قوانين، حزمه من التشريعات والقوانين لابد ان تحكم الدوله حتى يحدث لها نظام وانتظام. احنا ما عندناش كارثه مدويه بقى لنا اكثر من 30 40 50 سنه. غياب القوانين وغياب التشريعات التي تحكم الدوله. غياب الدساتير، اخر دستور اتعمل محترم لمصر في سنه 23. بدانا نقول كلمه اعلان دستوري ثم لا، فكره اعلان الدستور لا تتوافق مع الدستور الحالي، ثم هناك تعديلات ما بينها وما بين فين الدستور اللي هيحكم الدوله دي؟ فين القوانين اللي هتحكم الدوله دي؟ احنا في طريقنا المفترض ساعه المستشار ده لسه بيتناقش بعد 25 يناير. ان شاء الله بعد 25 يناير اللي جاي هنكون وصلنا لمين ده حقيقه؟ انتخابات اولا ام الرئاسه اولا؟ احنا محتاجين نحكم هذه الدوله. ما تقدرش ان في دوله بدون دستور؟ يبقى ما ينفعش نناقش حتى الفكره مش قابله للحوار. مش قابله للحوار. انا محتاج دستور او قانون عشان يدير زي رجل البيت، اذا ما وضعش قوانين او انظمه البيت عشان الدنيا تدار والزوجه تمشي على هذا النهج والابناء يمشوا على هذا النهج والزائر للبيت يمشي على هذا النهج،
البيت بقى فاضي. من اهم المعايير ديت هي تحديد مده بقاء كل شخص على كرسي على اختلاف. يبقى محتاجين ايه؟ دستور. عشان هو الدستور بيقول ان مفيش حاجه اسمها اكثر من 4 سنوات تمتد الى 4 سنوات اخرى الى 8 سنوات لحد الاقصى فتره الرئاسه. ما يحصلش العك اللي حصل 30 سنه. ايه دي الكارثه؟ ما كانش فيه دستور وكان ايادي خفيه بتلعب. كان في دستور؟ لا والله يا ست الهام كان دستور اسمه تفصيل. تفصيل؟ لا هو كان تفصيل معمول على شخص معين. هل يصلح هذا الامر النهارده واحنا في افاق القرن 21؟ لا بتصور ان ده يعني ما بقاش فكره وارده بعد الاحداث الاخيره. بس صدقني يعني نعيبه عن الزمان ونعيبه فيها وليس في الزمان وعيبه سوانا. طبعا. حتى في القرآن من حضرتك إيه رب العزة سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم فاستخف قومه فأطاعوه. القضية ما كانتش فرعون. كانت في القوم اللي أطاعوا فرعون. هو ده الموضوع. احنا قال لي فرعون ايش فرعون؟ ايش فرعون؟ ما كانتش حد يقول لك. بص كلمة مهمة قوي فكرة إن ايه المعايير لبقائي على الكرسي؟ دي من التنميه البشريه هسال حياتك عنها دكتور محمد. يعني مش مجرد وجودي على الكرسي فاول مره معناه بقائي، لا لازم يبقى في شروط البقاء. معانا مدام زينب مساء الخير. مساء الخير. صباح الخير. السلام عليكم. صباح الخير. وعليكم السلام ورحمه الله. على فكرة أنا بشكركم جدا بشكركم جدا والله على البرنامج وبشكر حضرتك البرنامج والضيوف البرنامج حلو جدا. أنا أهلا بضيوفه لأنكم يعني بتتابعونا وصحيين بدري ومهتمين قوي انكم تتابعوا البرنامج في وقت يعني يعتبر وقت مبكر جدا، لكن اهتمامكم بال يعني بالمتابعه ده شيء يحسب للبرنامج يا مدام. اكيد ما بقول لحضرتك يعني لما يبقى فيه اقبال في المشاهده اكيد يعني ان شاء الله من نجاح لنجاح ان شاء الله. على فكرة يعني احنا عاوزين ان شاء الله في المرحلة اللي احنا فيها، احنا في مرحلة انتقالية وهامة جدا، هنبص نلاقي بعض الاخلاقيات اتصلحت والاكثرية للأسف يعني انتهز الفرصة وعاوز يعمل اللي هو عاوزه، يقول لك مين هيسأل وراي مين هيعمل لي ايه، يعني دي حاجة. عاوزين بقى احنا يبقى في توعية ان احنا نبدأ بقى بالاطفال يعني ونصلح الجيل الحالي. الجيل اللي كبر طبعا برضو محتاج لإعادة تأهيل عشان خاطر يقدر يواكب مقتضيات العصر اللي احنا فيه، والجيل الوسط محتاج توعية عشان خاطر يقدر يصلح من نفسه، أما الجيل الصغير هو ده أمل المستقبل. يعني احنا عاوزين نديله المفاهيم الصح، نديله الحاجات ولو الدينية سواء في المدرسة في البيت في المسجد في الكنيسة، يعني يطلع متمسك بالدين وان في مبادئ وان في انت حر ما لم تضر، ان الوطن ده من الايمان، حب الوطن والعمل الاخلاص. تمام. حاجات كتير جدا على فكره. انا مش مدام زينب مداخله في غايه الاهميه الحقيقه. احنا نبدا من التربيه من الطفوله واذا امكن الشباب، دي مداخله مهمه جدا. ثقافه ثقافه يعني حياتنا دي اسم برنامجنا وحياتنا هي حياتنا. خليني اقول لك في احد المداخلات اللي كانت دماغ جدا زي مدام زينب كده لما كلمتنا، كنت في حلقة على الهواء فقالت احنا محتاجين عشان نعيد فوضى الشارع المصري، ده كان السؤال حاجة ظريفة قوي، احنا محتاجين نرجع كل الناس جوه بطن مامتهم تاني وبعدين نخلفهم من اول وجديد ونبدأ نربيهم صح. لكن خلينا نتكلم كلام المنطقي. هل الفكرة دي مظبوطة؟ يعني هل علشان انا اقول ان الكرسي مش دائم؟ نعم. وان احنا يعني الكرسي ده مسؤولية والمسؤولية بتتطلب انضباط وبتتطلب ايمان بالرسالة، هل ده ما اقدرش ابسه في شخص عنده 35 سنه او حتى 60 سنه؟ فورا خايف اعرف حضرتك ايدي كده. انا هبدا وايدي كده من النقطه دي. لو ايدي كده من النقطه دي كل واحد بيبدا في مكانه ونبدا من النقطه اللي احنا واقفين عندها. يعني مفيش حاجه اسمها لا ده كان المفترض يتعلم. وخليني طب خليني اقول لك مثال واضح جدا ومش عايز اخد وقت البرنامج، لكن هو جوه كرسي السلطه. كان في واحد في يوم من الايام، الواحد دوت كان عقله فيه كثير من الجهل والضلال لدرجة ان هو في يوم من الايام خد بنته الصغيرة الامورة اللي احنا عايزين نقول نربيهم، بنته امورة وصغيرة شعرها ناعم وكربوزة وحلوة قوي، خدها في يوم من الايام وتناه يمشي بيها
وهو في البلد بتاعته يطلع بيها بره بره البلد، والبنت تلعب حواليه وتجري، وبعدين تتعب شويه فشيلها وحطها على كتفه ويطبطب عليها ويحسس على شعرها ويشم ريحتها. بنته حبيبته قلبه يعني زي ما بيقولوا، بنته فرحانه جدا لان باباها ده راجل قوي جدا في وسط قومه، راجل شديد وكل الناس تهابه. وبعدين تنام شويه وبعدين تصحى شويه وهو يمشي 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 لحد ما راح بعيد خالص عن البلد اللي هو موجود فيها، وبعدين قعد يلعب معاها. والبنت فرحانه جدا بباباها، مين ده الحد الكبير يعني، وبيلعب معاها. اللعبه كانت ان هم يحفروا الرمل، بعد يحفروا الرمل شويه 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 لحد ما البنت ديت قعدت في الرمل، فقعد باباها بقى يلعب معاها يحط الرمل عليها شويه شويه شويه. فالبنت لما بدا الرمل يبقى على رجليها تقيل فبدات تخاف، فبدا يحط الرمل زياده شويه فبدات تعيط، فبدا يحط الرمل زياده شويه فبدات تصرخ، فبدا يحط الرمل كتير فبدات تصرخ خالص، فبدا يحط الرمل بسرعه لحد ما دفنها. دفن بنته وادهى بالمفهوم اللي احنا كنا بنعرفه. يوم تسال الموءوده تسال باي ذنب قتلت قتل بنته. حضرتك عايز تفهمنا ايه من القصه دي؟ انا هقول لحضرتك، عارف ده مين؟ سيدنا عمر بن الخطاب. سيدنا عمر بن الخطاب في الخالدون 100 اعظمهم محمد صلى الله عليه واله، اللي بيتكلم عليها مايكل هوارد، بيتكلم بكل وضوح. مين تاني اعظم شخصيه في التاريخ؟ قلنا النبي صلى الله عليه وسلم له رساله، فده نبي فرسول، ما ينفعش نحطه في المقارنه. بالنسبه لنا خلاص الانبياء والرسل بره المقارنات لان دول من عند رب السماوات، لكن عمر بني ادم عادي بقى ولي صالح يعني بني ادم انسان بشر. فسيدنا عمر دوت هو اللي دفن بنته، دوت هو نفس الشخص اللي كان يشيل على ظهره الدقيق عشان يروح لامرأة عجوز ويبدأ يعني يخبز لها وينضفها البيت. وبعدين يكون سيدنا عمر دوت قائد الدولة اللي تبدأ تفتح التاريخ كله وتغير الشكل والرسمة بتاعت الكرة الأرضية. راجل موت بنته، هو راجل اللي بيبكي لما يقول صدقت امرأة وأخطأ عمر، هو دوت اللي يوقف الجنود كلهم عشان يشوف فيه طير كان موجود فيقول اسألوا عن من تكل هذه الام في والدها طير. عصفوره صغيره عندها بنتها عصفوره، فالعصفوره بتصرخ فيقول وينادي الجيش بتاعه، يقف الجيش يقف الجيش اللي بيحارب عشان يشوف مين اللي خد العصفوره الصغيره. يبقى التغيير يبدا من اللحظه. مش يعني مفيش حد ابدا يستقيم ما فعله من اخطاء او تهاوز حق غيره او في حق نفسه. نبدا من اللحظه دي ولا نندم على اي شيء. عندنا مفيش اروع من الامثله اللي الاساتذه والدكاتره والمستشارين المشرفين لنا. انا عايز اكد بس كلام الدكتور محمد كان قد ايه، واذا ما اقول السؤالات اي ذنب قتل الموضوع جميل. تعالوا نقول بقى ان حجم المسؤوليه عن سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه. عمر اذا سلك عمر فجا سلك الشيطان غيره. الشياطين بتخاف من سيدنا عمر، انا بالك بمهاباته عند الانسان. اطفال صغيرين موجودين في جامع كبير قوي من الاطفال، ولقوا عمر ده يعملوا ايه الاطفال؟ يقوموا يجري. فده طفل قوي جدا وفاهم، متثقف على المسؤوليه على ايدي الخلفاء الراشدين وايدي صحابه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. من يبكي عمر؟ حد يقدر يخلي عمر ده يبكي؟ قال انا ابكي عمر. فذهب الى عمر وشد جلباب سيدنا عمر وقال له اتق الله يا عمر. تبكى عمر. هذه حجم المسؤوليه. شوف رغم كل اللي بقى رعب من المسؤوليه، رعب من الكرسي، مش حب للكرسي. رعب من الكرسي، حجم المسؤوليه. لما تيجي حضرتك بنيجي نتقدم في الصلاه. تكليف مش تشريف. نعم، وتكليف شديد. سيدنا عمر نفسه رضي الله عنه وارضاه ولي القضاء في عهد سيدنا ابو بكر رضي الله عنه وارضاه. بعد سنه كامله من ولايه القضاء عاد الى سيدنا ابو بكر رضي الله عنه وارضاه، قال له والله اني لا اقدر على ولايه القضاء يا ابو بكر. قال أمن كثرت القضاء يا عمر؟ قال لا والله، عام كامل ولم تاتني متخاصمين ابدا. قال انهم ابناء رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرف كل منهم حقه فاداه وعرف ما له فلم يحفظ اكثر منهم. هو ده الموضوع. هم دول عشان كده عندهم الاخلاقيات، عندهم الدين، عندهم ثقافه الدين، كل واحد عارف الحقوق وعارف الالتزامات، ما بيطلبش اكتر من حقه واللي عليه بيأديه. هتيجي الناس اللي موجودين النهارده في الشارع، انا بستغرب بالمنظر العجيب. عربيه ترحيلات جايبه احدى الوزراء او احدى الرؤساء او احدى المسؤولين او احدى رجال الاعمال، واقف اكثر من 20 30 الف بني ادم الساعه 12 الظهر عشان بس يرفع الحذاء بتاعه ويضرب العربيه بالطوب. وانت بتشتغل ولا لا؟ فين شغلك؟ احنا فين طبيعي؟ ما هوش يوم جمعه ولا هو يوم سبت ولا حاجه ابدا. اختفت المسؤوليه. انت حضرتك فرصه تتكلمي بس ما كملش الحديث لان جالنا الفاصل. بتتكلمي عن المسؤوليه واحنا اختلفنا بعد 25 يناير
ولا بقينا زي ما احنا قبل 25 يناير ولا انحصرنا في انحصار للاخلاق في انحصار الاخلاق في انحصار العمل في انحصار الاقتصاديات الدوله. وطبعا صحفي كبير وفي احد شيوخ والعلماء ومن رجال الدين بدون ذكر اسماء الحقيقه كنت بشاهده من ثلاث ايام جالي حاله من الفزع. شاب طلع قال له انت مكانك وبيكلم رجل يزيد عن 80 عاما وهو من علماء هذه الدوله الموقرين وشيوخ القانون في مصر يقول له انت مكانك يكلمه كده انت هو عنده ما يكملش 18 سنه وقروا شيوخاتكم وقروا انت مكانك في البيت بالبيجامه وانا لو طلت ارفع حذائي عندك لو وصلت لك وفي مخاطئ هو بالحريه في مخاطئ للحريه في مخاطئ للديمقراطيه وعشان كده بنقول لازم نتربى الاول على الديمقراطيه عشان ناخدها. لو سبتي ابنك او بنتك الصغير هيعمل ايه؟ اول حاجه لو تركتيه في البيت وهو بيجري اول حاجه هحط طاقه في الكوبس ويتكهرب. لازم نعلمه الاول ان الكوبس ضعيف والبوتاجاز ضعيف والمشكله ضعيف وفي الراجل الكبير ده وقره شيوخاته الكبير يعطف على الصغير والصغير يحترم ويوقر الكبير فقط. احنا عايزين نقول من هذا الشعر الصوره ليست صدريه بالكلام لكن كان الشعر بيقول عبد الحليم غنى ابتدى المشوار ثوره 25 يناير بيقول بيها ابتدى المشوار. انا ما انساهاش ان انا كل يوم وكل ساعه وكل لحظه وكل ثانيه وكل نفس بنقولها وابتدى المشوار في الحياه لان النفس النفس اللي خلص خلص انا اللي جاي عندي دلوقتي حالا النفس اللي جاي في الدقيقة اللي جاية في الساعة اللي جاية في اليوم اللي هعيشه. أنا أعرف إزاي بقى نبتدي من حيث انتهينا. نعم. بس من واقع حرصنا ومسؤولياتنا وإحساسنا بالكرسي اللي إحنا قاعدين عليه، كان مهم جدا إن إحنا ننتقل لحضراتكم في الشارع ونشوف وجهة نظركم ونرجع مرة تانية ونشوف هنبتدي إزاي ونستكمل مشوارنا إزاي. فالثورة أثبتت إن أي إنسان مش هيأدي دوره كان يجب هيكون مصيره زي الأرض. فأعتقد إن دلوقتي كل واحد هيخلي باله تماما إنه يحاول إنه يبذل أقصى ما عنده علشان ما يبقاش مباركتين. الكرسي مش دايما حد لأن يعني مثال بسيط على كده اللي حصل، يعني إن هم كانوا فاكرين الكرسي دايما ليهم وبعد رئيس هيبقى ابنه. لا مش دايما حد طبعا. ربوا في الناس حتة المصلحة فبقت الناس تسارع على الكرسي عشان الناس تبتدي تحترمه وتبتدي تودده وتبتدي تخلص له ورق وكده. وربطوا الكرسي بالرشوة ويختني يقول لك انا هضع الكرسي ده اربع سنين ثلاث سنين وفرض اعمل مبلغ كذا عشان لو مشيت انا اعملهم. الكرسي مش دايم، هو ممكن يدوم لما يكون المسؤول خطواته صحيحة. ممكن احنا نقول احنا عايزينه لكن مسؤول بيتلاعب بحس ان هو مش محترم اللي قدامه كمواطن كموظف. احنا مش عايزين الموظف ده، مش عايزين، احنا مش عايزين المسؤول ده، احنا عايزين مسؤول يمشي القوانين يحترم الموظف. الكرسي مش داين لحد، ان كل حد لازم يعرف ان هو في يوم من الايام كان موظف وفي الاخر بقى رئيس او كان بقى او بقى محافظ، فهو ومسيره في يوم من الايام تاني هيبقى قاعد في البيت على المعاش، فهو يحافظ على ان هو يعمل لنفسه ان هو الناس تقول عليه ان هو كان شخص كويس. كرسي ايه ده في لحظه كرسي اتحرق اساسا، يعني مبارك فين دلوقتي؟ الشخصيات اللي احنا كنا متخيلين انها خلاص الى الابد موجوده على قلبنا من اول فتح سرور لغايه زكريا عزمي والقائد بتاعهم الكبير مبارك. يعني اكيد مفيش حاجه اسمها كرسي مش دايم، ربنا سبحانه وتعالى هو الوحيد اللي دايم. الدنيا كلها مش دايما الحق، مش بس الكرسي مش دايم، احنا مشكلتنا ان احنا بنحط الانسان الغير مناسب في المكان المناسب. لازم نحط الانسان المناسب في المكان المناسب ولازم كلنا نساعد ان الانسان الصح هو اللي يوصل. عجبتني قوي الكلمه الاخيره، الدنيا نفسها وكلها مش دايما حد، مش بس الكرسي. ولما ننتهي ولما نخلص من الحياه هل هنترك وراءنا سيره جيده؟ الناس هتفتكرنا بالخير؟ هيبقى لينا اعمال اصلا وبصمات ورساله الناس تتكلم عنها ولا لا؟ دي حاجه مهمه قوي لازم نتكلم عنها. حاجه المهمه الثانيه لفتت انتباهي في التقرير مسألة إن ممكن يدوم نسبيا الكرسي ولكن إذا كان من يجلس عليه يصلح. هي نفس الفكرة أنا كنت بناقشها مع حضراتكم، لابد أن يكون هناك شروط للبقاء ومعايير للبقاء. مش معنى أنا قعدت على الكرسي يبقى هقعد عليه طول العمر، ومش بس كده هقعد عليه
فتره نسبيه، لا انا كل فتره لازم يقيم ادائي حتى لو كنت بواب العماره. فعايزه يعني حضرتك تعلق على النقطه دي واهميتها. معلش قبل ما اتكلمت في التقرير خارج كلام مهم قوي، بيقول كل واحد يجي في الكرسي بعد كده ويجي في المسؤوليه يبص لحسن المبارك عشان يعرف ان الكرسي مش دايما، وهو هيتعاقب وفي جزاء في دائما ابدا الدنيا بين الثواب والعقاب. القران الكريم كله وكل الديانات السماويه عباره عن افعل ولا تفعل ما بين الثواب وما بين العقاب. لازم بنطالب الدوله وهي ماشيه في النهج، ولكن عايزين الرتم يكون اسرع شويه، محاكمات عادله محترمه لكل رموز الفساد الموجوده في الدوله التي كانت موجوده والتي ما زالت موجوده. لان المحاكمات العادله اللي مش واخدين بالنا منها كمان، لما يكون في محاكمه عادله امام محكمه عاديه طبيعيه هنقدر نجيب اموال مصر المنهوبه من الخارج. لا يصلح محاكمات عسكريه، لا يصلح نيابات امن الدوله ونيابات الطوارئ، لا يصلح قانون الطوارئ والحالات الاستثنائيه عشان تسترد اموالك من الخارج، لان الناس اللي بره دول عندهم القوانين اسمها قوانين ايه؟ طبيعيه، اسمها المودرن لو او النيتشر لو، القوانين الطبيعيه، قانون النموذجي او القانون الطبيعي. فلازم نحاكم ولازم يكون عندنا محاكمات حتى يكون عبره لمن اعتبر. اي واحد يتولى المسؤوليه اعرف انك بتحاسب، حتى بيقولوا لك بلفظ طيب كده يعني حاسب وراك ايه؟ محاسب، لازم يعرف كده. الفكره اللي حضرتك بقى بتتكلمي عنها وهي فكره معايير البقاء في السلطه، مين اللي جاب على المعايير؟ عندنا مثال جميل قوي، بلاش كلمه السلطه دي ست المستشار عشان بتدي ايحاء للبسطاء. احنا بنتكلم على الوزير والرئيس ورئيس الوزراء والوزراء، لا احنا بنتكلم على المسؤولين. انت عارفه الاحسن منها اسمها ايه؟ والله من الاسف هم بيسموها الامريكان، بس احنا لازم ناخد اللفظ. ما فيش عندهم لا وزاره ولا سلطه، اسمها اداره. اداره حتى الاجانب بيقولوها مانجمنت ايفري وير. والاداره حتى نجاح في الاداره في الشارع، حتى في نجاح الاداره في اي شيء، حتى في العلاقات الانسانيه بينجح العمل. نعم بينجح العمل بنسبه 100%. ايه المعيار علشان يفضل الشخص ده موجود؟ كنت تشوف لما خرج من الاتحاد السوفيتي وكان هو السبب الرئيسي في انحلال الاتحاد السوفيتي الى دولات صغيره قوته انحدرت بالكامل، عمل كتاب جميل قوي كتب انا والعالم. من اهم الاشياء اللي كان بيتكلم عنها ان هو خان الاتحاد السوفيتي في فتره من فترات لصالح الولايات المتحده الامريكيه حتى تكون اقوى العظمى في العالم. كان سبب الخيانه والاساس في الخيانه واللي خلص على الاتحاد السوفيتي ايه؟ اذا خير بين اثنين اختار اسواهما للسلطه فانقدر الاتحاد السوفيتي. هو لما حصل عندنا في 30 سنه كنا بنختار كل شخص غير مناسب للمكان الغير مناسب فبنقضي على الدوله. هو ده اللي حصل. إذا الاختيار في المقام الأول شيء مهم جدا، وحسن الاختيار. حسن الاختيار ثم تقييم الأداء داخل بقى العمل نفسه. بعد دي بقى اسمها رقابة الأداء بعد حسن الاختيار. طيب الرقابة تكون زي إيه معايرها؟ بس ناخد آخر اتصال موجود معانا مدام ندى مسألة. صباح الخير. صباح الخير عليكم. صباح الخير. ألو صباح الخير عليكم. أهلا وسهلا بك. أنا سعيدة جدا بالحوار وبضيوفك الكرام. أهلا وسهلا بك. أهلا بك. من فضلك انا بمناسبه الكرسي، انا عندي طفلين عنده 9 سنين و10 سنين. في مشكله مع اداره المدرسه الاكمله لاني مسكت فيهم فساد مالي واداري. فعندي مشكله لطفلي كان عنده 9 سنين اتطرد من الامتحان في فصل الدراسه الاول. ده عشان ايه؟ علشان اتنازل عن البلاغات اللي في النيابه الاداريه لاني اتمسكت عليهم فساد وتزوير في الكنترول وبعت امتحانات. فاخذت الورق اللي مثبت للجنه ان الولد ابني اتطرد من الامتحان، لان مدير المدرسه زوجته شغاله في الوزاره، فبالتالي كل الشكاوى بتاعتي بتتحفظ عندها او بتبعت اللجنه اللي على مزاجها وتكتب اللي هي عايزه تقولها عشان جوزها. تمام. حتى مدير عام الاداره اتصل بيا وجابني عنده الشؤون القانونيه وقال لي ان ليه تنازل هنا عن البلاغ اللي قدمتيه ضدي في النيابه الاداريه. مساومات يعني مساومات. مساومات. بناء على ايه رفضت الدفع ثمنه من طفلين؟ الولد اللي عنده 10 سنين اللي كان واخد مصر فاسد السنه اللي فاتت وعمل له خلل تام في جهاز المناعه وصاب بالتهاب رئوي حاد ومشاكل جنبه، فده كله مثبت في النيابه الاداريه. فمش طب ايه اللي حصل في الاخر بس؟ اللي حصل ان انا رحت لمستشار الوزير وقدمت له الورق ان ابني اتطرد، بيقول احنا بقينا نشوفه كتير قوي هنا ليه؟ شفنا كتير علشان مشكله الطفلين مستقبل المواضيع. طيب شوفي حضرتك، هو تقريبا يعني بتصور ان موضوعك يعني يخص اكتر برنامج بالقانون،
يعني هترجع لي الكنترول روم مدام خالده بس تاخد رقم تليفونها عشان نناقش الموضوع في برنامج المستشار. ولكن يعني هنتبنى الفكره ديت او هنشوف مشكلتك ايه برنامج القانون، لكن انا هاخد من حضرتك الخيط بتاعنا هي فكره الكرسي. يعني المدرس المعلم اللي موجود في هذه المدرسة لم يكن على قدر مسؤولية الكرسي اللي موجود، هو يعلم أجيال، وفي حالة حضرتك هو يحتاج إلى من يعلمه ومن يربيه. يعني علشان كده فكرة التقييم أثناء وجودنا على الكرسي شيء مهم جدا. فضيلة ثلاث دقائق، عايزة يعني حضراتكم تقولوا لي إزاي نقيم أدائنا وإحنا نكون رقباء على حالنا، نفس اللوامة ازاي نكون رقباء على حالنا ونحن نجلس على الكراسي والكرسي هي المسؤوليه مش الكرسي بمعناه المادي. انا اقول لحضرتك واحنا بنقول المفهوم الكرسي العام، الكرسي ما هوش بس سلطه او وظيفه او مسؤوليه. الكرسي ممكن يكون دور الاب على ابنه، دور الابن ازاي يكون ولد صالح لابوه، ولذلك عرفنا كويس ايوه كان ابوهما صالحا فاستنى الخير موجود لاولاده، صلاح موجود في الحياه عموما. خليني اقول لك حاجه اخيره قوي في قصه ومش عايز اعلق بعدها، لكن دقى ولد من ابيه درعا فاخذه وخرج به الى الصحراء، فعلم الاب ان هذا الولد قاتله فقال له يا بني انت قاتلي؟ قال نعم. قال ان كنت لابد فاعل فاقتلني عند هذه الصخره، فها هنا قتلت ابي وها هنا ساقتلك ولدك في نفس المكان. سيدي المستشار فاضل لنا نص دقيقة تقريبا، عايزة كلمة أخيرة من حضرتك. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسنا، نغير أنفسنا وغير نثقف في بيوتنا، نثقف أولادنا ونعلمهم إيه الصح وإيه الغلط وإيه الصواب وإيه الخطر، نعلمهم الثواب والعقاب ونوريهم الأمثلة اللي موجودة دلوقتي. ناس كانت فيها نات عالية جدا موجودين النهاردة وراء القضبان وراء السجون، عبرات خلي بالك اللي جاي دائما ابدا هو الخير، افعل الخير تجده وافعل الشر والعياذ بالله تجد نفسك في نار جهنم والعياذ بالله. انا بشكر جدا سياده المستشار سمير جميل شرفتنا حضرتنا النهارده، صباح الخير يا فندم، والدكتور محمد ابو فرحه خبير التنميه البشريه. كويس ان كنت صباح الخير شرفتنا اتدربت عليكم شرفتونا بجد واضفتونا الكثير. والحقيقه الكلمه الاخيره ان لازم نتعلم نخاف من الكرسي مش نحبه، وأن الكرسي بمعناه الاعتباري بمعناه الحقيقي هو تكليف مش تشريف. وطبعا في كل الأحوال الكرسي مش دائم، وجودنا نفسه في الحياة ليس دائما. نترك ذكرى عطرة وذكرى طيبة لوجودنا في الحياة بعد انتهائها. دي كانت حياتنا النهاردة، هنكون موجودين معاكم قريبا إن شاء الله، مفهوم جديد في الحياة.